والدراما كنا دايما بنقعد نقول في الدراما، يعني لما عملت عبودة كانت مسألة ان يا جماعة لان بشوف ده، كنت بشوف ده لان كنت بخرج مسرح فبقابل ناس شباب، فالشباب بيبقوا ايه عايزين يتخرجوا النهارده يشتغلوا بكره في مكتب وفي تكييف وفي حقهم، بس الظروف ممكن ما تبقاش مواتيه لده، اخلق لنفسك الظروف. فعملت ده، الرساله دي كانت في عبوده، ما اللي هو الفلوس السهله راحت بسهوله. جينا بعد كده اللص والكتاب، كانت قائمه مشكله ان ما فيش انتماء. فعملت الجمله اللي هي بتاعه الانتماء، فخليت التوأم واحد مدرس فطين. تاريخ مدرس تاريخ اللي الأطفال حبيته بشكل كبير جدا. وأقول لك على حاجة، أعتقد يعني أو أزعم إن أول مرة مدرس يشخص الدرس التاريخي كان فطين في اللص والكتاب 2010، لأنه كنت بقعد ألبس الملابس بتاعة الدرس اللي أنا الشخصية بتاعة الدرس اللي أنا عامل، والشخصية الأخرى كان حرامي فاقد الانتماء خالص. وجينا بعديها حاميه وحراميه، كانت المشكله سائده ساعتها ان القوه هي في الفتره اللي ما كانتش حلوه، ربنا ما يعودها يعني، فكانت القوه هي السائده. فناقشت المسلسل كان بيقول هل قوه القانون هي اللي المفروض تبقى موجوده ولا قانون القوه هو اللي موجود. فعملت التوأم واحد محامي للحق والتاني قاتل يعني.